3, 2, 1 and action. هاي نحن اليوم رجعنا ب Behind the Remix. خلينا نشوف شو الترنيمة اللي بدنا نشتغل عليها. خلينا أول شي نزيد الدرامز مع شي اسمه لوب، يلي هن درامز مسجلين عم بيعيدوا ريت كل الوقت. هلا بتتذكروا بأول حلقة حكينا عن شيء اسمه سيكونسر، يلي هو انسترومنت ديجيتال، ديجيتال انسترومنت، وتدق أنا نوت واحدة على الكيبورد حيخترع هو نغمة ويعيدها، حنستعملها هون كمان. وهلا خلينا نسمع كيف طلع مع بقية الآلات. هلا حنزيد ليد ألمنت حيلعب ميلودي صغيرة، وهلا حسمعكن على السريع كل بيت الآلات اللي كمان زدتن على الترنيمة. وهلا خلينا نسمع النتيجة النهائية على الكنترولر مع كم اف زيادة. إن شاء الله تكونوا انبسطوا وتعلمتوا أشياء جديدة معنا، و stay tuned بـ Behind the Remix. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 77 Plus.